نسنسنا نيوز مع حسين بالواعر وخليفة بن سالم. مساء الخير، مرحبا بكم على نسمة لايف. اليوم الخميس 14 ديسمبر 2017. على اثر بارح فات زياره وفد صندوق النقد الدولي، واثر هي زياره هذا الصندوق لبلادنا، زياره التقى خلالها وفد الصندوق الدولي مجموعه مسؤولين حكوميين، و تطلعات كبيرة لصرف القسط الجديد من القرض هذايا، وخاصة في لقاء مع المجموعة من المسؤولين الحكوميين تم الاطلاع على مستوى تقدم الشروط المتفق عليها. يجي هالجهة الزيارة هذي ونهاية الزيارة هذي في ظرف صعيد تعيش بلادنا المتهمة بغير التعاون جبائيا من طرف وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي. زيارة وفد الفمي تأتي بشروط جديدة ربما تتعمق الأزمة الاقتصادية في تونس، خاصة مع وجود حديث على إعادة تخفيض قيمة الدينار التونسي. على كل مجمل هذه التفاصيل المالية والاقتصادية نتحدث فيها طيلة ساعة كاملة، ساعة اقتصادية بامتياز اليوم من ناس نسمة اليوز مع ضيوف نشرحكم بنا بعد قليل. ما خلينا نستقبل من الأول سي مراد الحطاب الخبير في المخاطر المالية. مساء الخير سي مراد. مرحبا بك خليفة. مساء الخير. يلتحقوا بنا بعد شوية سي عياض اللومي الخبير محاسب، ومعز الجودي رئيس الجمعية التونسية للحوكمة. نتحدث إذن عن زيارة نهاية زيارة وفد صندوق النقد الدولي لبلادنا والشروط الجديدة. فما شروط جديدة على كل خبراء خليفة يوضحوا لنا. ولينا نتفاجئوا خليفة وين فما زيارة نتاع صندوق، نحكيوا عليها ونتناقشوا فيها. جزء من المعادله صار، يعني تقريبا عندنا مده صار جزء من المعادله، وانه مش ممكن للسياسات الحكوميه ان تمر دون استشاره او اخذ نصائح او توصيات او شروط، كل واحد كيفاش يقراها، ولكن جزء من المعادله. هذا اقتصاد قائم على الاقتراف. على كل بعد شويه باكثر تفاصيل. اما بدايه كما تعودنا زابينغ ابرز استضافات والمواضيع اللي تم طرحها اليوم في نسمة لايف. زابينغ نسمة لايف. شهدت منطقة الكرم الغربي وتحديدا بشارع 5 ديسمبر أكبر شوارع الكرم الغربي لأربعة العشية عملية كر وفر بين الوحدات الأمنية وعدد من شباب المنطقة اللي عمدوا إلى غلق الطريق أو رشق أعوان الأمن بالحجارة ليكون رد أعوان الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع. نموذج شركة ستيب هو النموذج السيء، ويجب أن يقع حل هذا الإشكال لما فيه من ضرر لألف عائلة اللي عندهم أكثر من 6 أشهر معنا محرومين من أجورهم ومن حقهم في الشغل، وحرموا أيضا اقتصادنا من أكثر من 600,000 عجلة مطاطية هو قيمة نسبة معناها إنتاج هذه المؤسسة. وبالتالي نحن نتحدث عن اختلال للميزان التجاري الذي بلغ أكثر من 13,000 مليار. هل يعقل معتمد رئيس بلدية؟ قلنا يا سيدي الفكرة اش كانت؟ كانت يلزم تحط بالقانون 8 شهور قبل إجراء الانتخابات. خذوا الموعد تاع 17 حطوا لنا المعتمدين، ومن بعد قال لك وخ. شكون اللي قاعد يعاني؟ المواطنين والمعتمدين بيدهم. اليوم 8 يمشي يدخل مش عارف روحه باش يمشي ساعة المقر المعتمدية ولا البلدية، أنا هي أهم. رؤوس الأفعى فيما يتعلق بهذه الأقراص المخدرة، فما أقراص أخرى في الطريق راه وصلت لمصر وما زاد ما خلطت الناش، تأثيرها أقوى وأكثر أقوى بكثير. يلزم إذا هبة كبيرة، يلزم إقرار في اعتقادنا عقوبة الإعدام على كل من يروج، من يزرع، من يورد، من ينتمي لعصابة يعني هدفها ترويج هذه الأقراص المخدرة. أنا واحد من الناس ما نتصورش أن دولة تونسية تتسلم مواطن تونسي وتخفيه، وليش تخفي فيه؟ وإذا خاصة إذا كان هو موجود في قائمة المفقودين. هو المجهودات اللي مقامة منذ عملية الفقدان إلى اليوم بدرجات متفاوتة بتقييمات متفاوتة كذلك، هو البحث عن المفقودين. زابينغ نسمة لايف. إذا كانت فما عود على مواضيع طرحت البارح من بينها موضوع المفقودين، وكان توضيح اليوم الوزارة المعنية بهذا الإطار، ولكن كان حديث ومتابعة اليوم طيلة يوم كامل خفيفة لأحداث الكرم البارح. كما لقيت هذه تقريبا بداية احتجاجات حي 5 ديسمبر في الكرم، وكانت ليلة بين كار وفر. الحصيلة هي فتح تحقيق وتهشيم 4 سيارات للأمنيين، قاعدين نشوفوا في الصور بطبيعة اللي قاعدة ترافق الأحداث هذه ورافقت البارح الأحداث هذه. شوف خلينا الأساسي أنه كل ما تصير احتجاجات ليلا إلا وتكون نتائجها سلبية جدا، يعني كل منطقة احتجاجات في الليل
إلا وثم مشاكل وثم ضحايا وثم تكسير وتهشيم وأضرار تلتحق بممتلكات خاصة وممتلكات عامة وتصادمات واحتقان كبير ياسر. معلوم هذه احتجاجات في الليل، يعني نتمنى أنه ما عشوفوها، يعني هذا أولا. ثانيا التجاوزات موجودة، وثالثا المواقع التواصل الاجتماعي كذلك تلعب في دور في مزيد أن تطوير المسألة في اتجاه مزيد من الاحتقان. شفنا المواطن اللي معناها تعرض للتعنيف والاعتداء، وزارة الداخلية كذلك كان منذ قليلة في الأخبار معناها السيد خليفة الشيباني نفسه وضح موقف وزارة الداخلية والخلفيات وكذب، يعني أنه هذا كله كذلك يأتي في إطار معناها يعتبره شيء من التشويه لقوات الأمن وللأوضاع. يعني بالمحصلة من خرج مستفيد من هذا الاحتجاج؟ هل هي حقوق الإنسان؟ هل هو حق الضحية؟ هل هي المؤسسة الأمنية؟ الجميع خاسر. يعني أعتقد أنه يلزم نلقوا صيغة أخرى، نمشي دوما في اتجاه الاحتجاجات السلمية اللي من خلالها عبر المواطن عن حقه وعن تطلعاته ويكشف عن التجاوزات وغيرها، وزارة الداخلية عليها أن تجري هذا التحقيق ونقف على نتائج هذا التحقيق باش كل واحد زاد ياخذ حقه. إذا تمت هذه التجاوزات يتحاسبوا المسؤولين عن التجاوزات، وفي المقابل كذلك لا نقبل أنه بما انتهت إليه فرق الأمن كراهب مكسرة ومهشمة، وبالتالي في النهاية ما نعرفش أنا هالنوع من الاحتجاجات والتصادمات هذه تخدم من؟ لا نجدها تخدم لا الدولة لا المحتاجين أنفسهم كذلك. في النهاية ساعات واحد يجي طالب حقه يذيع حقه في ثنايا الاحتجاج، ولا كذلك المؤسسة الأمنية استطاعت معناها تبني تدريجين جسور تواصل إيجابي مع مواطنين. هي على كل قبيل خليفة الشيباني رئيس وحدة الاتصال بوزارة الداخلية والناطق الرسمي لوزارة الداخلية قال 8 بدات 100 وبعد شوية 8.5. أي هذا هو المشكلة. يعني ترتهيش، يعني اليوم اللي عنده حق ومؤمن بأنه يدافع على قضية حقيقية مثل لا نقبل أنه في المراكز يتم الاعتداء على المواطنين وتشويه العباد بالضرب، لا ما نقبلوش، لكن التظاهر ويكون تحت الأضواء يكون في النهار يكون فوالا يكون في الليل، يعني بإمكانك هذه المسيرة يخترقها أي واحد يعمل بها اللي يحب ويحولها وين يحب، وكيفاش نلقاه بعد وقتها؟ على كل ستكون لنا متابعة إن شاء الله المرة هذه تنشر وزارة الداخلية نتائج التحقيقات. هام جدا سي مراد، مرحبا بك. ومعز نحبكم تعلقوا لنا جزء آخر جاي في التصريحات، يعني هو حديث تو منذ مدة ساعة الخبر تم إلغاء الإضراب الخاص بموزعي المحروقات، هذا كان بعد إجراء اتفاق منذ قليل من بين مختلف الأطراف. كان من المنتظر يكون فما إضراب كالعادة التوانسة بداوا يجريوا على الكيوسك وست بوليميك اللهفة هذه، فماش إضراب تهنيه تم إلغاء الإضراب. لكن الإضراب هذه خلينا ندخل في صلب موضوعنا اليوم هو اقتصادي، لأنه جزء من الإضراب هذه هو تضامن، مش هو تضامنا مع ستيب. ستيب اللي اليوم يقول لك الاتحاد، سمعنا سمير شفي في سابينك يقول لك طريقة التفويت فيها كانت مؤسسة عمومية لبس عليها وكذا، وما نحبوش مؤسسات العمومية الأخرى يصير فيها كما صار في ستيب حسب تصريحات وتبيع الأمين العام وسائل الاتحاد عم توصي شغل. وهذا معزم شروط اليوم مطروحة من طرف الفمي وضعية المؤسسات العمومية. واضح، سؤال مهم وموضوع مهم. أول حاجة ستيب عمرها ما كانت لبس عليها، معناتها ما غلطوش الرأي العام، معناتها قبل عمل التفويض كانت أمورها تعبة، يمكن قبل معناتها من 10 15 سنة التالي كانت لبس عليها، لكن من بعد في العوام الأخرى هذية وبعد 14 في 11 ولد في حالة ترثى لها ولد خاسرة أمورها تعبة ونسيت به. دونك عملية التفويض شنو اللي وقع؟ اللي وقع أنه ما كانتش العملية في إطار شفاف، ما كانتش معناتها عملية خوصة واضحة المعالم، فهمت؟ وهذاك علاش احنا توا ندي ونقولوا بالله فما كلام وفما معناتها مصطلحات يلفو دي كومبليكس سيلفو ما عادش تردهم تبويت، معناتها كلمه خوصه، خلينا نحلوا الموضوع نتاع الخوصه ونشوفوا لو بور لو كونتر، باش كي يصيروا عمليه نتاع خوصه ما تبداش الحكومات تتلصص سامحني على الكلمه وتعمل فيها بطريقه معناتها ملتويه كما ستيب وغير ستيب، فهمت؟ معناتها تكون العمليه واضحه، راهو باش نعمل، راهو المؤسسه هذه ما عادش نجم نكملوا بها بالطريقه هذه، راهو الدوله ما عندها حتى مصلحه باش تقعد تصنع في العجالي، خاطر زاد هذا الموضوع لازم يتحل باش نفهموا واش معناتها خوصه وعلاش خوصه. معناتها الدولة اليوم اسكو فما الدولة في العالم تصنع في العجالي؟ اسكو عندها مصلحة الدولة تصنع في العجالي هي بيد ولا الدولة تصنع في الدخان؟ اسكو فما فايدة انه الدولة تصنع في الدخان؟ اعطيني الدول في العالم اليوم الناجحة اقتصاديا تصنع في الدخان، معناتها هذا دور الدولة؟
دونك هذايا ملف لازم يتحل بالطريقه هذايا باش نفهموا الدوله شنو هو دورها بالضبط، شنو هو القطاعات لازم تقعد فيها موجوده قطاعات حيويه، شنو المؤسسات العموميه لازم تقعد عند الدوله، وشنو هي المؤسسات العموميه اللي من مصلحه الدوله انها هي بيدها تخرج منها، خاطر هي الدوله وجودها في المؤسسه هذيك تعطل القطاع هذاك وتعطل العمليه الاقتصاديه بكلها. اليوم اللي يطالبوا مثال بيجي تحل والمتضامنين مع ستيب واللي كانوا اهله حتى الاضراب يقول لك سي مراد هذه عمليه اغراق، صارت عمليه اغراق الاسواق التونسيه بالعجل العجالي من مختلف انحاء العالم، خاصه يعني فما اتهامات للسوق التركيه باش نضعفوا احنا الشركات، وبالطريقه هذه عمليه يعني اهلاك واغراق مقنعه، يعني هذا ما يتداول. لا مش يتداول قبل ما تتباع هذه بتبيع نحكي انه تو هي يعني تم التفريط فيها وهي تابعه للخواص الان. شوف هو الباركور نتاع معناتها المسار نتاع ستيب معروف. ستيب ماهيش شركه باركه، هي شركه باركوها باش نثبتوا الامور، باركوها بالذمه اطراف معينه، لان هي الشركه الوحيده اللي كانت تضمن جوده في العجالي في تونس رغم اللي تابعه الدوله. باهي في سياق التبريك هذاك من بعد كلهم الاطراف بربي يعني اليوم يا نمتلك الجرأة باش نسميه الاطراف، مش مسألة جرأة، جرأة تقول اطراف، اسمعني كي تقول اطراف تقول المهربين، تقول المحتكرين، تقول السماسرة، تقول الناس اللي تجيب لك في عجالي مدخلها هي عجلة هو مدخلها على اساس كيس. مالك تقول اطراف راهي مجموعة ماهيش متجانسة، فهمت ايش نقصد؟ بوها على اخوه من جنوبها لشمالها، فهمتي؟ مش انا خايف، ما عندي علاش نخاف، وهذا يعرفوه القاسي والداني. تونس اليوم ما فيها حتى عجله فالابل، خلينا نكونوا واضحين، وهذاك يدلك اللي فما اوضاع تدخل فيها الدوله حتى في قطاعات كيما الدخان مثلا، نجيب في 3000 مليار للدوله روسيت فيسكال كي نبيعوه يقعد يجيب روسيت فيسكال. مراد لا ما يجيبلكش روسيت فيسكال، لا مش بالضروره خواص ما يدفعش فيسكال، يدفع الفيسك مش كيف كيف، مش بنفس الطريقه، لانه الخواص مهما كانت صفه مشكلته ماهوش باش يغذي ميزانيه الدوله بشكل كامل، عنده مارج نتاع ربح داكور، لكن هو باش يحط شروطه من الاول، قد ما يربح قد ما يدفع معناتها الجبايه على الربح، مش بشكل حتى في اوروبا كيف كيف راه بنفس الطريقه تتم، وانت تعرف اي تو شنو الفائده انه الدوله تصنع في الدخان وهي خاسره والدخان ناقص، ماهيش خاسره بشويه، مؤسسه خاسره، ماهيش خاسره المؤسسه فيها عجز ب 140 مليون دينار، يتسمى حتى شيء قدام انك تدخل للدوله 3819 مليون دينار. سامحني كي نسب انا، شوف خلينا نسبوها العجز هذا من جاي ستان ديزيكيليبر، يجي في اوقات معينه مربوط بالماتير بريمير معناتها بالطبخ التبغ اللي نجيبوه من برا، الكور نتاعو يطلع الدينار وضعيته تعب، معناتها حتى لو كان البريفي نقول لك حاجه، لو كان البريفي حتى كان باش يخدمها باش، وانت تتصور انت تو وضعيه البريفي خدمه ببليك في بر تونس، شوف راه نقول لك حاجه وقت اللي يكون فما ركود، الركود راه حاله عامه، البريفي في تونس اليوم تعب اكثر من البليك. المثال اللي ذكرته المثال اللي ذكرته مهم، خاطر المثال هذا نتاع مؤسسه عندها مونوبول اليوم ما عندهاش ستيب، لا 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 نحكي لك على التبغ والوقيت، عندها كات مونوبول، عندها مونوبول نتاع التوريد، مونوبول الانتاج، مونوبول تشري التبغ من عند الفلاحين، ومونوبول التجاره معناتها التاجر هي بالدخان. كي تبدا انت عندك في سيتواسيون نتاع مونوبول معناتها وتبدا عندك عجز، هذه وضعيه غير طبيعيه بالمره، انت مونوبول في قطاع معناتها من نفسك حد، يعني من نفسك حد وزيد دخان معناتها مستهلكين برشا نتاع الدخان، وتقول لي فهمتي تدخل في 3000 مليار، كان حبيت تدخل 3000 مليار نورمال دخل اكثر وزيد عاجزه، معناتها فما مشكله هنا. تبقى انا كي نخصص القطاع بكله، علاش انت الدخان مونوبول عليه ونحرم انا لو كونسوماتور اللي كونسومي، فهمتي، من انه يكون عنده ولا مش حرمان راهو على تي، معناتها نحكيوش على الحكايه هذيك، معناتها كل واحد حر على روحه، يحب يستهلك يستهلك واللي ما يحبش، نحن ما ننصحوش العباد باش تدخن، هذيك حكايه اخرى فهمت، لكن اللي يدخن علاش تحرمه انت من يكون عنده معناتها ثلاثه اربع مؤسسات يعملوا في الدخان، علاش مؤسسه واحده ومتاع الدوله، وعلاش تحرم الدوله من انها تكون عندها ثلاثه اربع مؤسسات نتاع الدخان وتجني منهم معناتها ضرر. لحظه لا 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 مراد ومعز لا لا خلينا نرجع لموضوعنا وخليفه نجيك، يعني ستيب انت قلت بركوه، خاطر اليوم راهو يعني الاضراب كل مره يصير الموضوع هذايا، والاضراب يتنحى في اخر لحظه والعباد تتفجع وتمشي تشد الصفوفات وعراك ساعات قدام الكيوسك ولهفة، يعني ستيب بالنسبه ليك لا نرجع لستيب بالنسبه ليك بركت، يعني سامحني في بركت بصفه ممنهجه من قبل المحتكرين والسماسره والمهربين باش الشركه هذيك تفقد معناها البوتنسيال نتاعها اللي هي ضامنه مارك معناتها معروفه برشا في العالم وعجالي
الكاست الكل المضمونين معناتها موجودين من الشركه هذيا اللي تصنع تقريبا في 600,000 عجله وتعاقدت حتى مع كوريا وتعاقدت مع برشا اطراف طيل تاريخها كامل ورسمت جزء كبير من تاريخ الاقتصاد التونسي. اليوم الشركه هذيا بركت مشات للخواص بيان سور ما ثماش معناها مجال ارضيه تفاهم بين وهي الحكايه الكل على بعض خدامه وكذا وحط منه وهز منه. اليوم عندنا توت اون فيل معناتها اللي تعيش من مدينه كامله معناها متوقفه في جره الوضعيه هذه راهو الخوصه في حد ذاتها. خليها مراد خلينا تو نرجع لا خلينا في بالنسبه لي انا ستيب ماهيش شركه عاجزه ماهيش شركه مفلسه شركه تم تدميرها كما قاعد يتم في تدمير عديد القطاعات في خلي شويه كلام بعد نرجعوا للتقرير وهذه من النقاط المطروحه خليفه قبل ما نفتح الموضوع باكثر. احنا كنا على ستيب لانه نذكركم تم الغاء اضراب الموزعي النفط والمواد الكيميائيه دونك فماش مشاكل في توسيع ليسونس. خليفه مش مره برك تطرح الموضوع مش اكثر مره نذكره يعني اليوم الخدامه من جويليا 2017 ما خلصوش واحنا في ناس نسمعوا فيها تصحيح في مختلف برامج سمعنا كل الاطراف سمعنا النقابات سمعنا العمال سمعنا اصحاب الشركه وكل واحد يقدم فكره وفي الاخر الخلاصه ان بلوكاج. نقطتين مهمين لهنا بصرف النظر عن الشركة أفلست أم فالسة بطبعها ونتاج الحوكمة الرديئة في النهاية النتيجة هي واحدة الشركة ماهيش قادرة. في نفس الوقت ثم حالة غموض في قضية التفويت وهذا مشكل كبير يعني مش واضحة العملية اللي تمت فيها التفويت واسك جابت سومها ولا يعني هم النقابات والخدامة يقول لك هي تسوى أكثر الأرض اللي موجود عليها في مساكن بركة ما يضاعف أكثر من 15 أو 20 مرة السوم اللي تباعت به. هذا مشكل آخر. ثانيا مشكل الخدامة اللي كانوا يخدموا عندهم حوالي 4 أو 5 أشهر خذوا الشهري مشكل هنا راه مش قضية التفويت أو الخصخصة وغيره. حتى الاتحاد عام الشغل غير رافض راهو لفكرة إعادة الهيكلة نتاع المؤسسات أو مسألة الشراكة أو الخصخصة مش رافضها من حيث المبدأ ولكن الآليات والكيفية والترونسبارونس يعني يطلب قضية تمر فيها عمليه شفافيه. لكن حد نرضى السي مراد بين متفقين افلست تقولي باقتصاد موازي لكن في نفس الوقت اليوم ماكش قادر تمنع على انه الخواص يعمل الدخان او يعمل عجل. اسكو هي قادره كمؤسسات على الصراع التنافسي مع القطاعات الاخرى؟ لهنا يطرح المشكل في الدوله انه زاد القطاع العام او بعض مؤسسات القطاع العام تبدو خايفه من قضيه المنافسه. باهي خليك انت هذا وهو تم الان في تونيسير لكن قال لك انا نعمل اوبن سكاي قالوا لا زاد ما نحبوش قال لك انا ما نحلهاش تونيسير خليك ولا خايف من المنافسه. طب هذا هو المشكل اليوم زاد اذا كان باش تولي العقليه كونه حفاظا على المؤسسات هذه العموميه وشبه العموميه ما عادش نحل الباب للخواص ما عادش تصير التنميه. اما انا نقول لك لا جيت تنافسها توا عجل الاخر وناس اخرين يبعثوا مؤسسات او معامل او مصانع العجل الاخر تو يقولوا زاد لا تولي كانوا في المطلق نرفض أن يكون ثم شكون آخر مع الدولة. نتحدث عن هذا الموضوع بأكثر تفاصيل لأنه من النقاط المطروحة من الإصلاحات الموجعة الكلمة هذه اللي ديما نسمعوها هي وضعية المؤسسات العمومية نزيدوهم وضعية الدينار التونسي الوظيفة العمومية حكاية الصناديق الاجتماعية كل النقاط تطرح في كل زيارة لوفد صندوق النقد الدولي في تونس زيارة وفات البارح تفاصيل هذه كل نرجع لها بعد هذا التقرير. انتهت البارح زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لتونس واللي انطلقت نهار 29 نوفمبر الماضي وتتنزل في إطار الزيارات الدورية لتونس وسط توصيات للحكومة التونسية بضرورة تلافي التأخير في عدة إصلاحات والدعوة للأسرع في إصلاح الصناديق الاجتماعية وإصلاح منظومة الدعم وترفيع سعر الفائدة. كما طلب من الحكومة تعهدا صارما للتخفيض مجددا من سعر صرف الدينار مقابل اليورو والدولار ووسط توقعات بأن تصبح قيمة الدولار 2.9 دينار والأورو 3.3 دينار. ومن جانبه قال رئيس بعثة الصندوق الدولي أنه الاقتصاد التونسي مع موافقة 2017 تحت ضغط مسارين متضادين ففي الوقت اللي تأكدت فيه نسبة النمو عند 2% مدفوعة بتحسن في الأوضاع الأمنية ونمو التدفق السياحي بنسبة 30% واستعادة نساق إنتاج الفوسفات وكذلك الاستثمارات فإنه التوازنات الكبرى للاقتصاد تطلب تدخل عاجل لا سيما وأنه الدين العام بات على عتبة 70% مع تواصل عجز الميزان التجاري وتراجع الاحتياط بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي. شروط واملاءات تنضاف لتصنيف تونس كجنه ضريبيه واللي كان وعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نظيره التونسي بذل جهود لسحب تونس من القائمه هذه
مؤشرات صعبة تتزامن مع المصادقة على قانون مالية ضمن إجراءات جبائية مشحفة للمواطن والمؤسسات، مما خلف جدل مازال متواصل، كما يتواصل نزيف غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية مقابل حراك اجتماعي مطالب بالتنمية والتشغيل. مشهد اقتصادي واجتماعي صعب وحلول تنموية غير كافية تخلينا نتسألوا عن مدى قدرة الحكومة والمسؤولين السياسيين على تطويق الأزمة الراهنة وإيجاد الحلول. مرحبا بكم مجددا. اذا برشا نقاط طرحت في خلال هذه الزياره ككل مره، وكانه تعودنا توانسه بزياره كي يغيبوا علينا نتقلقوا تحسنا يعني. على كل ذكركم فقط تصويب تم تاجيل اضراب نتاع المحروقات يعني الموزعين المحروقات المتكمية اليوم 22 ديسمبر في انتظار ايجاد حل نهائي. وكيد الموضوع باش نرجعوا له باكثر تفاصيل. سعيد مرحبا بك، نورتنا. بيان الصندوق النقد الدولي الرسمي اللي موجود نجم تطلع عليه على الصفحة الخاصة متاع الصندوق وعلى السيت متاعهم يحكي على إنهاء المراجعة الثانية في البرنامج الاقتصادي، وكأنه مرينا بمراجعة أولى وتم الاتفاق فيها وتختمت وتوا بدينا في المراجعة الثانية متاع الاقتصاد التونسي. هل يمكن هذا يفسر كل اللي صاير في الاقتصاد متاعنا؟ الديفاليوشن متاع الدينار، التضخم 6.3، يعني يمكن نقرأ أنه صارت مراجعة واتفاقات وكأنه اللي صار ماهوش طبيعي، وكأنه بفعل هذه الاتفاقات. لا هو ما فماش كان تقرير نهائي هذايا، وماهوش نهائي معناه هذا الأخير البيان هذا البيان، ولكن هناك مراسلات ما بين الصندوق، واضح وأن هناك يد خفية تدير الاقتصاد التونسي وهذا لا يخفيه الساسة. هناك مراسلات موقعين فيها محافظ البنك المركزي، وزير مالية سابق، وهناك الأجندة اللي جابها صندوق قاعدة تطبق. لهنا الموضوع موضوع خيارات، كان بالإمكان ربما التوجه بطريقة أخرى، لكن احنا تونس اختارت وأنها تلجأ إلى الصندوق، والصندوق عنده السياسة متاعه، والسياسة متاعه أدت إلى مثلا انهيار الدينار من 2012 إلى اليوم بقرابة 50%. انهيار والا خمسه من الكلمه العربيه اللي اجدها انهاروه الدينار، يعني من الاول بروغرامي، يعني وقت اللي تخرج لميا سريبي قبل استقالتها قالت الدينار باش يوصل يعني، واقلوه اي خاطر ربما كذا برشا اللي قالته صحيح، لانه اللي سي فولو بيان سور هي سياسه. شوف البنك المركزي صح ولا طيحوه؟ لا طيحوه. شوف البنك المركزي خاطر هو سمع بربسي عيات، خلينا نحكي لكم توك تسمع وزراء يقول لك ليه الظرف الاقتصادي الصعب و و و هذاك طاح وحده وكانه يعني هذا هو شوف انا باش نفسرها لك. موضوع الدينار تو الصندوق النقد الدولي ما فيش كان دينار، اما الدينار بما انه جبدناه خلينا نفصلوه. الدينار هو المرآة نتاع الاقتصاد، والدينار مربوط بالسياسه الاقتصاديه. السياسة الاقتصادية اللي يعرف، وربما أكيد فما مديرين من البنك المركزي المحافظ واللي لاهي بالشانج فقط يعرف البانيه ويعرف كيفاش يطلعوا الطو، حتى قبل وقت كان فما انترفونسيونيزم الموضوع سري، والموضوع داخل البنك المركزي في صندوق أسود ما نعرفوش بالضبط شنو هو الموضوع. البنك الدولي إيش قال؟ قال لك هذايا ما عادش تدخل يا بنك مركزي، خلي الدينار يمشي كما هو. الباني اللي احنا نسميه الباني كان فيه اغلبيته اورو، تولت فيه اكثر دولار، معناه خدا مجال ايضا، وادى عدم التدخل نتاع البنك المركزي وتنقيح القانون الاساسي للبنوك وقانون البنك المركزي الى انه البنك المركزي هز يده. شو ليه طاح الدينار بفعل من بقيمه 49%؟ شوف من 2012 لليوم. المشكل مش هذايا، المشكل اللي انا اقول السياسه الاقتصاديه ايضا تاع البلاد ماهيش في صالح، لانه هي العمليه منين جايه من التوريد اللي هو كبير، معناها كي تشوف اليوم البالانس كوميرسيال تاعنا تلقى 14700 لا وتلقى 45 مليار قاعدين نوردوا فيهم، زدنا 7 مليار دويت في عام كتوريد. تعرف شو معناها 7 مليار دويت؟ معناها تقريبا ثلث نتاع اللي ندينوا فيه اللي نقترضوا فيه، الثلث اللي نقترضوا فيه باش نمولوا الاقتصاد نتاع الاخرين، وهذا اللي يقولوا فيه من قبل. يعني انا مانيش ضد اللجوء الى صندوق النقد الدولي لانه هو وسيله من وسائل التمويل، لكن انت شنو هو المنهج نتاعك الوطني؟ هل هناك مخطط مديري يدعم الصناعه التونسيه؟ لا 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 هذه تفاصيل خبي شوي بشوي ندخل خلينا في هو ما قالكش لا لا خلينا في الدينار كل شيء على صندوق النقد الدولي. سي انت تاكد انه الدينار طيحوا سي مراد ماشي باش اي ماشي باش اكثر اليوم حديث يعني في هالاتفاقات انه بعد اشهر من المارس الدينار يعني 1 اورو باش يولي يساوي 3.33 دينار. شوف باش نقول لك حاجه معلومه للناس، انا كيف قريت اليوم الرابور تاكدت انه تونس دخلت تقريبا
توشكوا على دخول مرحلة نسميها يعرفوها الأخيان مرحلة المخاطر النهائية لوغيسك فينال 91 باه شمعتها لوغيسك فينال تصفيق. لا لا مش مدخلات لحظة هاي باش نقول لك الساعة التقرير كله مغالطات وخدعات منهم في الفقرة الرابعة يقول لك فما أس في البرودكسيون بتاع الفوسفات وهو مش صحيح فما بس في المداخيل بل في 400 فما معناها واحد فما فرق من البرودكسيون والمداخيل إيه كل واحد يلعب على لي كونسيبت هو يحكي على البرودكسيون ويعطيك فكره وكانه يحكي على فالور الوغ هو يحكي على فوليوم فما مخادعات فما ناش يقول لك وقت اللي البنك سنترال يهز يديه على الدينار ويخليه فليكسيبل معاون البالانس كوميرسيال تتسلق الوغ كو كل ما تطيح يطيح الدينار ب 10% البالانس معناتها الميزان التجاري يتيح هو يتفاقم العجز نتاعو بواحد ب 1100 مليار وكي يتفاقم ب 1100 مليار هو بيدو يعاود يخلق ضعف في الدينار ب 10% وهذيك الدوامه ما تنجمش تخرج منها نهائيا به اليوم انا نعتبر تونس دخلت في مرحله نجم نسميها مؤلم جدا ان يقول هذا للتوانسة مرحله المخاطر النهائيه لو ريسك فينال اش معناه لو ريسك فينال هي مرحله تتقاس بمؤشر كمي معناها مؤشر اللي هو الحدة نتاع توتر القطاعات معناتها لو دوغري نتاع معناها نقولوا احنا معناتها نسبة الانهيار او الانحسار نتاع مؤشرات نمو القطاعات بشكل عام مرشحة معناتها بونديري بالقدرة نتاع البلاد على خلق مخزون مالي لمجابهة تبع الانجليز لا منجم لا تصعب لان نجم تبع عطينا بحاجه بسيطه حاجه بسيطه ايامات قدش عندنا من نهار التوريد اليوم 91 مسهلها مرادي سهلها عليك ان شاء الله اي اقتصاد يلزم يكون فيه حد ادنى انه يكون مقاوم للصدمات راهي الكهرباء اول حاجه تحط فيها باراشوك هكا ولا هذيك باش يقاوم الصدمات اليوم الاقتصاد التونسي غير قادر على مقاومه اي صدمه ويمشي مش الدينار الدينار باش يطيح ب 16.3% هذوما اللي اتفقوا عليه وما قالوش قد باش يوصل يعني باش يوصل 3.3 اليورو باش يولي 3.3 دينار والدولار باش يولي 2.78 معز الامباكت نتاع هذا ديفالواسيون جديده هذه شو تنجم تصير على الاقتصاد او بشويه باش بشوي نعاودوش نفس الكلام كنت باش نعاودوش نفس الكلام اول حاجه ساعه كلمه ديفالواسيون لا تستقيم ما تصحش باش نقول علاش ديجا انا فما كلمه تعاودت هي البنك المركزي قالوا له هز يدك من الدينار به البنك المركزي ما عادش عنده اليد نتاعه فارغه خاطر شنو كان يعمل هو يضخ الدولارات كان يشري هو في الدينار بالعمله الصعبه وانتم لاحظتوا ولاحظنا الكل العمله الصعبه دي الاحتياطي نتاعه طاح نزل 91 يوم وجاتوا لفامي قالت له شكون قالك انت معناتها شكون بقالك يعطي في فكره العمله الصعبه نحن صندوق النقد الدولي دونك انا الفلوس عطيتك فيهم ما تمشيش شد بهم الدينار انت الدينار خليه يعكس صحة الاقتصاد الوطني الصحة الحقيقية حقيقته ما تمسوش الدينار ما عادش تمسوه صحيح دونك هذا صحيح خلفين فيه أما البنك المركزي مش هو عنده مارج دو مانوفر وهي مش تحرك ولا أنت عملت كيما كان واحد مريض خليه باش نكتشف قداش ينجم يقاول جامعة ما عادش عنده في يده ما عادش عنده تحكي على الاقتصاد راه ما عادش عنده اللهم نرجعوا للريجيم التوفيكس معناتها نرجعوا أنه البنك المركزي يرجع يتحكم 100% في الدينار خاطر توا نكونوا واضحين احنا الريجيم نتاعنا من قبل الريجيم نتاعنا إلي سومي فلوتون ش معناتها سومي فلوتون معناتها البنك المركزي يحدد سعر مرجعي بك البانيي دو ديفيز اللي فيه دخلوا فيه اليوان زاد فوالا يحدد سعر مرجعي السعر المرجعي يفتتحوا به النهار هذاك وبعد فما عمليه نتاع طلب وعرض هي تحدد السعر النهائي نتاع الجورنيه هذيك دونك فما بارتي فلوتونت مش الكل يتحكم فيه البنك المركزي معناتها اذا دينار مطلوب باش يطلع اذا دينار معروض للبيع اكثر من الطلب حتما باش ينخفض دونك الصندوق النقد الدولي الرقم اللي اعطاه مراد هاو كيفاش بالضبط هما قالوا نحن اون استيم معناتها نتوقعوا ولا ليستيماسيون تاعنا نتاع الدينار انه الي سور ايفالوي ب 16.3% مش معناتها راهو مراد حتما اوتوماتيكمون الاخرين باش يطيحوا ب 16.3% خاطر فما عرض وطلب وفما زاد هما قالوا الصندوق النقد الدولي نحن
معناتها نقولوا انه مش هذه قيمته الدينار، قيمته زايده. تبقى بعض السلطات التونسيه كيفاش هي باش ترد الفعل على شقال الصندوق النقد الدولي، هذيك حكايه اخرى. السلطات التونسيه ما تنجمش كان تفرض. لا 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 يا يا مراد يطيحوا كل ما يجيو حاشوا الحلول يطيحوا بديسبونسون. وين مراد هذه قالوا سيس مراد حاشوا شو الحلول الممكنه. خلينا نسمعوا راي الخليفه. يعني صحيح ما كلام صعيب، انا خلينا نحكي معاك كمواطن خليفه، ريت هذا كل وخطر قلت قال سي مراد مخاطر الريسك فينال، وفي البيان اعتبرها زياره مثمره افضت الى تحديد مسار الاقتصاد التونسي. كان قال لك كان قال لك الكلام المزيان اللي زين هالبيان، يعني كومبليتمون ديامترالمون اوبوزي على اللي يحكوا فيه الاسد. هذاك حديث نتاع السياسه مش حديث، عنده معنى، عنده معنى لازم يكون، لانه احنا كما قال لك يحب ياخذ فلوس. انا حاب نسال الخبراء شنو هي الحلول الممكنه باش يتعافى الدينار، لانه هو تو الحاصل والمتفق عليه. مراد يقول لك لا ثم اراده ل معناها انزلاق الدينار طبعا. لا معز يقول لك هذيك حقيقته، مش انت مش غير في حاجه، كانك قبل كنت عايش فيه بالضخ، كان قاطع فيها الدينار هذا، لكن واقع وحقيقته هذا. كيفاش تحب الدينار يكون عكس هذا وقت اللي انت انخرام في الميزان التجاري نتاعك؟ انت بلد مورد بالكل، لكن ما استطعناش ان نغالب وضعيه التصدير. اذا كان التنميه، اذا كان الاستثمار اللي هو متجه للتصدير متراجع بالضروره، ايش تحب يكون حال الدينار في بلادنا؟ والا باش نمشيو للسياسات الحمائيه في كل شيء اللي هي مش ممكنه الان في اقتصاد مفتوح. الاجابات بعد الفصل، الاجابات بعد الفصل. بقاو معنا حوار هين، كان تحبوا تعرفوا شو باش يصير في الدينار، قداش باش يوصل وضعيه الاقتصاد. والله خلينا واحد بدلها شويه بضحك، انه كوميم اون دوز هامه جدا خذيناها، يعني الامور ما تمش برشا. اكثر تفاصيل بعد الفصل. مساء الخير مجددا ناس نسمة نيوز. الموضوع اقتصادي وهام جدا، زيارة وفد الصندوق الدولي دام جمعتين في بلادنا، وفات البارح بط اليوم بيان كما قلنا على مستوى العبارات منمق ومجمل وخطة اقتصادية و و و وتم الاتفاق على زوز نقاط نمو في هذه السنة. ويعني كي تقرأ سعياض علاش اليوم يعني سي اون كونتراديكسيون من الكلام اللي قاعدين نسمعوا فيه لديفيرسيون يعني في الاخر احنا يهمنا سعياض اللي يحسوا المواطن اليوم. مواطن يولدوا يقرأ في الخارج وبعثوا من تونس فلس، المواطن اللي عنده دواء يجي من الخارج تعب، اللي عنده حاجات يجريها المصنعين اللي يوردوا الدولة ما عادش يجيب الدواء كمان باقي. شوف شوف بالله خلينا رانا احنا ثلاثة نحكي خبراء متفقين، لكن طريقة نقولوا في نفس الكلام. تو انا كي قلت لك راهو طلب من البنك المركزي وانه هز يده، سي معز ما قالش العكس، وضحها وكيفاش هو وضحها وزاد قال يلزم يهز يده. هذه سياسة، هذه السياسة. قلت لك احنا اخترنا كتونس، انا ضد طبعا ضد يعني ماهوش بالطريقة هذه الكل نحتاجوا للبنك الى صندوق النقد، مش بالطريقة هذه. الموضوع موضوع سياسة، انت اخترت باش تمشي له يلزمك تطبق البرنامج اللي قالك عليه، ربما كنت نجم تعمل سياسة اخرى، لكن الاخطر باش نقول لك وين نختار. اولا علاش الدينار ماهوش باش يرجع، ماهوش باش يتعافى اللي قال عليه سي معز، اللي هما حسبوها وقال عليه زاد سي مراد، وقال لك راهو باش تجي العمليه باش تزيد 16%، لانك انت اليوم عندك في اولا البنك المركزي عاطي 11 مليار متدخل مع البنوك بالدينار، اذا تدخل البنك المركزي وما عادش نجم يزيد يدخل، مؤشر وانه العمله قاعده تخرج خارج المنظومه الرسميه، وهذا من اهم النقاط اللي لازم نكبوا عليها ونفهموا علاش الفلوس مش قاعده تدخل للسيستم بونكير والسيستم مونيتير التونيزي قاعده تدور في سوق. اثنين بالفعل كما قال سي معز ما عادش نجم يدخل لانه عنده 90 يوم، اليوم شفتها 91 يوم في السيت تحل السيت تاع البنك سنترال، 91 يوم تصدير، احنا اللي ربحناها على الاقل بعد 14 سنه في الكامل توريد. اي توريد. ثلاثه اليوم البنوك راهم في ما يعبر عنه فنيا نقولوا له شورت اف اكس بوزيشن. شو معناها شورت اف اكس؟ فورين اكسشانج، يعني كورت معناها قصير. شو معناها؟ معناها البنوك متداينه بالعمله الصعبه اكثر من اللي تنجم تقرض، معناها انت كي تمشي باش تحاشك بالدوفيز ما تلقاش فيها ريزيرفي، وحتى على مبالغ بسيطه فيها صعوبه. اذا الوضع مش ساهل، الوضع مش بسيط. هم علاش فرحانين وقال لك اخوي هاي؟ لانه باش تصب لهم الفلوس. يعني انت تعرف معناها 90 يوم معناها لكن هو علاش نجم نجيبوه؟ علاش تصب لهم الفلوس في الحاله؟ يعني هو فلس،
الى درجه وانه الحل الوحيد اللي عنده باش يعطيه هال 700 مليار قسط حسب ما 319 مليون دولار. المهم اللي بدناش بعد المهم وانك ما دامك ما وقفتش التوريد تعرف صار في 86 نختم بذي 86 ما قالش راح تركيا وحط ولا واحد فرض واحد سنه قال 30% من الواردات نتاع عام 85 هذه في الباس نقصوا 30% من الواردات. هاو سير شي تفرح واضح واضح سعيد اليوم واضح. المنشور على التسعة هذا شو نعمل حتى شيء قالك باش تورد يلزمك تجيب الفلوس فلوس باهي باهي سعيد سي سوني با بروهيبيتيف سي ديسوازيف واضح سعيد يعني فهمت سياسه ما الموضوع هو موضوع سياسي خلينا تكنيك شنو نجموا نعملوا شوف دي واضحين كل ما يجي وفد لفامي يجيب معه موديل معناه نموذج رياضي مخبي في قصر بالحق راه نحكي ماتيماتيك رياضي ماتيماتيك ايكونوميتري معناها نموذج اقتصادي كمي ويجيبه مخبي مخفي ما يوريه حتى حد طلبناه قلنا خلينا نشوفوه راه نعرفوا نقراوا كمان معناها وكل مره يقول لك الفو ديفالوي لو دينار ب 10% سي كلير سي نت موجود في الرابور نتاعها باش نوصلوا كما قال سي معز للقيمه الحقيقيه اللي هي حتى حد ما يعرفهاش معناها هي كلمه هلاميه وما وفاقدة لأي معنى اقتصادي مربوطة بالتضخم مربوطة بأدوات سياسة نقدية به. احنا ما اخترناش باش نمشيو للفامي الفامي هو اللي برك علينا احنا قطعنا العلاقات مع الفامي عام 91 اما احنا رجعنا له بعد دقيقة دقيقة بر احنا فما ناس بركوا الفامي علينا متفقين عام 91 خلصنا الفامي مسبقا هذه للتاريخ ممكن ما يعرفوش العباد عطيناهم فلوس يسالونا طرف فلوس والبلاد في حالة تعبة على الاخر قال له خويا هاو فلوسك وابعدني نهائيا 2012 جاو ناس بركوا الفامي على تونس 2016 عاودوا بركوه كل ما يجيو توا تجي معاهم ريت الرابور هذايا مسموم امبوزوني حاشاك وحاشا مستمعيك كلام كله مغالطات منمق دبلوماسي فرحه ودرشنوة ومفاوضات مثمره وونتونت واكسيتيرا مي من داخل كله والعياذ بالله ضرب للانفلاسيون ضرب على مستوى الاسعار انا ناكد لك اللي الاسعار يلزمها تزيد ماتيماتيكمون بارلون بال 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 بالتخفيض في الدينار في غضون 2018 باش توصل على الاقل ل 9.2% ما فيش نقاش اي ما فيش نقاش حتى ادنى نقاش وتنجم تفوت به في الرسونتي تنجم توصل 13% حاجه اخرى المره الجايه كي باش يجيو جماعه الفامي وما باش يجيو باستمرار كل ثلاثة شهور تقريبا به باش يطلبوا ريفيزيون اخرى تاع الدينار نتاع الدينار على الاقل ب 10% يعني الناس هذوما ايل فون ديتروير لا موني ناسيونال يمكن في ظرف عام عامين تلقاها في الاخر طايحه ب 200% علاش؟ لانه من 14 جانفي لليوم تحت 60% نكمل وكل عام تو هو المشكل كي تحت 60% انا في سبع سنين مش مشكله كبيره هي المحله كارثه لكن كل عام تطيح ب 20% شيء ديفالواسيون معناها شيء معناها وشيء رجع له من التوريد وشيء رجع له من التوريد بالنسبه للتوريد لا 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 مش بالنقطه بالنقطه جوستمون خلينا نجيك معز في المقابل معز مع الازمه هذه ونقص العمله الصعبه نحقق ارقام قياسيه في عجز الميزان التجاري ارقام شهر نوفمبر 14730 مليار اول مره الرقم هذا نخلطوا له يعني كاني الدوله قاعده تتفرج سامحني في الكلمه يعني ما تصرتش لفخا ما تقوليش هنا عندنا اتفاقيات هناك اقتصاد يعني يغفق ساعات الواحد تضطر انت حتى ميديكالمون باش تعمل انترفونسيون تضحي بعضو باش تمنع عضو اكثر يعني نبلا في البدن باش تمنع القلب والدماغ ساعات ما تخليش الدم يوصل لاجزاء للاطراف يعني اليوم وكانه ما صارش التحرك السريع والاستعجالي لهذا الاقتصاد ما نحبش نقول المحتضر واضح هو راه باش نكملوا العام برقم قياسي السنه معناتها في الميزان التجاري في العجز 15 مليار دينار فما فوق تو هو 15 لا هو تو 14 730 يعني هو المعدل نتاعو شهرين 1.6 مليار تقريبا دونك باش نكملوا العام ب 15 خاطر في حكومه مهدي جمعه وقت العام هذاك 2018 وصلنا ل 14 لكن وصلنا 13.7 تقريبا دونك السنه سيت اون اني ريكور معناتها وقت اللي نحن نوصيو ونعاودوا نحضروا لنا عوام يا ولادي نقصوا في العجز التجاري دونك تو باش نمشيو ل 15 مليار دينار به نجيك معناتها قبل ما نجيك لسؤالك المهم نجيك على تقرير الفيمي صندوق النقد الدولي راهو اليوم كان ينجم يعلن افلاس تونس كيفاش كان ينجم يعلن افلاس تونس كان قال راهو مانيش موافق
على القسط الثالث مانيش باش صبو تو راهو هذيا ضمنيا اعلان افلاس البلاد هذي على خاطر صندوق نقد الدولي معناتها هو مربوطين به زاده دوتر بايور دو فون ما يصبوا الفلوس كان ما يصب صندوق نقد الدولي كان ما سرحناش في القسط الثالث هذا ساعة الحاجه ما عادش عندنا موارد نتاع عمله صعبه و90 91 اللي قال عليه عياض يتيح الاقل من 90 تولي وقتها كارثه بيت مع الكلمه وما عادش نجموا نرجعوا كان ب 300 مليون هذيا دولار نتاع صندوق نقد الدولي به دونك معناتها صندوق نقد الدولي ولا ولينا عايشين معاه بالبرفيوزيون كيما هو ولا السيروم نتاع تونس ولا بكل صراحه كيما كلو مريض هذاك في الفرش وفما خيط نتاع السيروم الخيط نتاع السيروم هو الافيمي به نجيك توا السؤال علاش ما 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 اعلنش افلاس تونس على خاطر مسؤوليه كبيره ياسر مسؤوليه كبيره ياسر مسؤوليه كان مش يعلن الافلاس معناتها باش تولي مسؤوليه سياسيه هل كونستركسيون البناء الديمقراطي اللي عايشينه باش يتحطم فما ناس تلوج فيها الحكايه هذيا باش يبلبزوا الدنيا فهمتني باش يولي ما عادش ينجم يورد لك بعض البضائع باش تولي ازمه اقتصاديه خانقه لازم اما نمشي معاكم نكمل الاقساط الا ما نشوف اصلاحات ما هوش عمل شو هو خربك هو نقطه ضوء في اخر النفق هو خليفه يعني الان ايه هو خليفه هو ماشي فيها هو يتحدث سمح هو خليفه اش عمل لك وكيفاش عاقبك معناتها بصفه غير مباشره وخر لك في صرف الاقساط خاطر القسط هذايا الثالث كان مبرمج في شهر ماي 2017 هاو باش يصبوا في جانفي 2018 هاو فهمتي وخر لك باكثر من سداسي وخليك تبقبق اونتر تون وصلت ل 91 يوم انت معناتها في الريزيرف دو فيز نتاعك ثاني حاجه هو عنده الحق راه صندوق نقد الدولي خاطر انت اندرا تعرفوا تشوفوا فيهم الاصلاحات اللي مطالبين بهم ولا مش مطالبين بهم اللي نحن الحكومات المتتاليه سي سون انجاجي الي فير مو فما وثيقه يا اخي وثيقه كامله انه هم اصلاحات اللي قادرين مش نعملوهم عملوهمش التوا فهمتي فما تاخير فيهم وفما نسق بطيء دونك صندوق نقد الدولي معناتها فما اون فورم دو براغماتيزم في لي رابور نتاعو كي يقول لك انت فين حكيت الوظيفه العموميه هاك مازلت ب 740 الف موظف فين من المؤسسات العموميه هاك فهمتي 5000 و 6000 المليار فهمتي خساره الريفورم فيسكال نتاعك فيني ها وصل الاتحاد الاوروبي شاكك فيك وحطك معناتها في ليستا سوداء دونك انت الاصلاحات نتاعك اللي اعلنت عليهم انت الى حد ان غير قادر انك تختمهم باه ونجيك للنقطه انت نتاع الميزان التجاري جبت لي على الميزان التجاري باه علاش ما تحركتش ونحب وهنا نتفاعل زاد حتى مع عياض اليوم انت عياض جبت على بريد تاع الفيمي تاع 85 وقتها يافي با تيتر انديكاتيف يافي با لي زاكور تاع الو ام سي فوالا توا تخلق لك الو ام سي ولات فما تجاره عالميه وانت كيما هو حلل لك الاسواق نتاعو لازم تحل الاسواق نتاعك معناتها الغلطه راهو مش منهم هما الغلطه منا نحن اللي مؤسساتنا خليناهم غير قادره على الانتاج وعلى انها تكون كومبيتيتيف معناتها عندها قدره تنافسيه باش تنجم تزاح من المؤسسات نتاعها. قال في النقطه هذه في المقابل خليفه نلقاو قانون ماليه البارح نسمع في رئيس منظمه الاعراف نحكيو على المؤسسات التونسيه تقول لك هذا قانون جاي اللي ضرب وسيضرب المؤسسات وباش يزيد يبركها وماناش قادرين على الانتاج يعني اللي باش يصدر من تو يقول لك في 2018 راني مش قادر ننتج مش قادر نصدر وكانه المشهد يعني يغيب عنه هذا النور اللي حكيت عليه. لا اولا في مستوى الاحتماليات قانون الماليه عنده على الاقل يطرح امال للانقاذ الاقتصادي وقت اللي حب يمشي لثلاثه واكثر من ثلاثه في معدلات النمو مش هذا المقصود. انا نحب نعرف بالنسبه للغه الخبراء المتشائمه دوما على شو ما في المقابل يقول لك لا احنا تو ما وصلناش نعجز على سداد قروضنا نتخلصوا فيها القروض بفلوس في المهم ثم آلية ما هو في النهاية شنو فلوس اثنين احنا ما جاش طرف من مقرضينا واللي يساعدوا فينا وجاء نهار قالت هما انسولفابل ولا ما عادش ثم ثقة في اقتصادكم وقاعدين مازالوا يمولوا في اقتصادنا في النهاية ثم على الصعيد الداخلي المرتبات مازالت موجودة يعني في النهاية البلاد ما بركتش كما تحبوا تصوروها لا مش تصور انا ما نحبهاش تبرك يعني ما ثم حد يحبها هو تكبيب الان بالعكس تقصد انا دياغنوستيك تشخيص انا لكن التشخيص فيه شويه قساوه ما في سماح انا باش نحترموا الترتيب فما حد قساوه انا بالعكس انا نقول الناس هذوما راهو حتى كي تحدثت بطريقه موضوعيه والناس اللي تحكم اليوم ما نجم كان اشدوا على ايديهم لانه بصراحه ما نتصورش واحد اخر بما فيهم انا في بلاصتهم مش يعمل خير من هكا لانه الموضوع مربوط بعديد الاشياء تحدثت تحدث على الوظيفه العموميه فما حمايه مبالغ فيها وصل الاتحاد نفسه يقول لك انا مانيش مع الاضراب اللي عملته القبضات، راهو فما شيء خطير قاعد يصير في البلاد، اليوم نسمحوا لروايحنا بالجرافات، نسمحوا لروايحنا اليوم لتو ما فهمنا اللي راهو الوظيفه العموميه لازم تراجع، راهو الخوصه لازمها تمس طريقه التسيير، يا ودي الفلوس اللي قاعدين نسلفوا فيها قاعدين تاكلوا فيها، ما تخدموا في شيء.
والقوانين معناها مكبلة للإدارة ما تنجمش تتحرك، وكما تخدم ديما نقولها أنا بلا مسدوس، كما عندك الاورديناتور نتاعك بك لكحل هذيك كنا نقراوه انا وسيمونات قرينا به عند جمال يعني هذا الموضوع هنا احنا قاعدين نوصفه اليوم شو قاعد صاير. انا قلتها مره عندنا تو لي زانغريديون دان كراش فينونسي، كنت تحسبها علميا وكان يسيبونا بيسوي باش نفلسوا بالطريقه اللي احنا موصلين فيها، لكن سياسيا ما همش قابلين لانه العمليه مكلفه للمنطقه كلها. وانا نقول يا سيدي عباره بالون دوكسيجين، واش قال لك سي معز؟ قال لك ترانسفيزيون عطاك نفس، مش معناها مناعه تراو، معناها صلح روحك يا خويا. ماك خذيت 730 ولا 800 مليار باش تطلع في الريزيرف دو ديفيز نتاعك يا عم الاصلاحات يا ودي، هذا 45 مليار راهو ماهوش معقول للتوريد. تحكي على 45 مليار دينار طبعا نحكي على الدينار. انت تقول لك يسمع فينا عباد 45 الف مليار وردنا بهم يعني لبس عليهم. نحكي بالدينار، 45 مليار دينار هذوما يلزمهم يهبطوا بطريقه او باخرى، ماهوش بالمنشور رقم 9 سامحني، هذا جزء اللي جايب عمل القائمة منشور رقم 9 نتاع البنك المركزي، عمل القائمة قال ما توردوا لا ما تورد حطوا الفلوس وبعد تبدل. تسمحني معناها اللي عنده فلوس ينجم يجيب، لكن يعني انا كيف نجي عندي مجمع شركات ونعمل نيفال مون دي كونت فينونسي هو اللي يجيب اللي يحب يتبع فينا باش فسر انه ماناش باش نمسوا من سعر المواد الأساسية، انه باش نمشيو في المفاوضات ونعملوا زياده لأنه في المرتبات، يعني الوضع سليم ماهوش سليم، ما الوضع خطير وعندك هدنه قاعدين كيما واحد قاعد يلعب بالعظم في اي لحظه تنجم تتفقس. راك رد بالك يا سيد الكريم، اليوم الوضع خطير وعندك اجل قصير باش تحل المشاكل. واضح سعيد، وهذه مسؤوليه الاطراف الاجتماعيه والسياسيه الكل. واضح سي مراد بربي، دون اعطينا حلول ممكنه. اليوم عياض يقول لك الضغط على التوريد بار اكزومبل، هو من وين التنميه خلينا نسمع بعضنا كنتيك حلو حكينا فيه انه معز الاولاني معناها للتاريخ وهنا في المنبر المحترم هذا. الاتفاقية التركية استوردوا من عندهم في العام في 11 شهر استوردنا 2000 مليار. ما عندي والله يعني. استوردنا 1700. لا ديفيسيت هذاك. استوردنا 2000 وصدرنا أيواش. صدرنا 379. معناها عدم التوازن بيننا وبين الأتراك 7 مرات. هذايا حاجة عمرها ما صارت في العالم. يجب إيقاف الاتفاقية التركية فورا وبدون قيد أو شرط. تم تعديلها في مجلس نواب الشعب. حتى شيء حكاية فارغة ما عندها حتى قيمة وذرة مات في الأعين. يمثل هذا مقابل ما نورد من الاتحاد الأوروبي ولا من الصين ولا من غيره. هات وجيب. هنجيب. لحظة بس. به. الديفيسيت التركي هذايا ديفيسيت فيه مغزى سياسي. معناه أنا نعديها عليك. نبيعلك ونغرقك بسرعة مقلدة. ومضروبة في السانيتير وفي اللي تحب انت وفي الاليمونتير، ثم باكو شربة شريتو انا بيدي ما فيش ديلي ليميت دو كونسوماسيون. وحكاية معز مليح على المواد الغذائية براتيكمون من الاولانيين معناتها هذه سياسه سي مراد. دقيقه لا هي هذه سياسه كي هذه سياسه انت سمعت انت جابولك وريتهولك انت مثلا مورد تونسي تخلى على عاد المورد التونسي بشويه وين الكنترول؟ مش بالكنترول يتم على السلع الاخرين وما يتمش على تراك. اش بيه كل شيء يجي من تركيا وقت اللي هو برويبي تلقاه ما يدخلش في الديوان نورمالمون؟ اش بيه تجيب سانيتير مضروب؟ اش بيه ما يتعدى حتى شيء على الرقابه الصحيه؟ اش بيه ما يتعدى حتى شيء على المعايير الديوانيه على المعايير التقنيه فيما يتعلق بتركيا؟ اش بيه سوق الاسواق اليوم معبيه بالسلعه هذيك واللي ما تصح حتى فرنك؟ سي مراد تقول في برشا ليه سمعني تضرب في دوله هكا راك تتهم في اجهزه الدوله ليه؟ تتهم في الديوان ليه؟ تتهم في وزاره الصحه ليه؟ سمحني عدم يعني اذا انت عندك حسابات سياسيه ما 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 ما, ما تحطهاش في البلاتو هذا. لا عادي هديك شوف ليه انت قلت سامحني انا القلوب ناكلوا فيها انت مانيش ندافع سامحني يرحم والديك مانيش ندافع، اما انت تضرب في وزاره الصحه اللي تراقب في الديوانه اللي تخدم قد تكون تجاوزات في مختلف حيويات مختلف مصادرهم، اما كان تولي يعني السلعه تجي من تركيا ما تترقبش يعني عليك تترقب سياسي في كلامك. انا مستهلك انا مستهلك معقول مستهلك. ما حكيتش على الصين نصد نوردوا منها 3400 وربا ايضا و25 مليون 25 مليون دينار فقط تصدير للصين. شوف حتى اوروبا 1% فهمني مليح ديكيليبر مع الصين. دخلت المساحه كبرى
شريت باك وشربه لقيت بعد المساحه الكبرى اللي تشري منها. لا عاد المساحه الكبرى ما علامة ثقة. شوف معناتها ما تمش كنترول بس سانيتير صح المنتوج التركي لو ينسحب على المنتوج الصيني. يا الامريكان قالوا الامريكان قالوا لا ترى 27 شركة عندي قائمة نتاعهم في العالم يروجوا في مواد مسرطنة ممكن تكون موجودة في تونس وموجودة زادة والقائمة ذي عندي سينية في الطرقات وغير أوروبية يا عياد يا عياد اختمي خلينا نشوف شوف لو كنت تقول بالنسبة ليك يتحل المشكلة مع تركيا فقط لا مش مع تركيا فقط عندنا مع جنوب شرق آسيا الديفيسيت تقريبا العجز يمثل 28% نرجع ديما لنفس انا اللي عندي 1000 مليار نستورد من عندك انا البورسنتاج عطيتك مش فهمت تنصدرونا 25 يا ما هذه ارقام رسميه وعلى 1% عندنا عجز مع روسيا لا روسيا تاعك لا مش عجز هذاك جيبوا في الطاقه جيبوا في البترول مش ماهوش عجز ما يجيبوا البترول بالنسبه لي ما عندناش حل اخر بسرعه سيمون بالنسبه لي انا شوف جنوب شرق اسيا وتركيا هذوما الدول خارج المعايير الصحيه وخارج المعايير نتاع السلامه الفنيه واتحمل مسؤوليتي واضح معز سمعت حد حكي على سوق موازي نحكيو على عشرات الالاف من المليارات اللي تدور نحكيو على تهرب ضريبي اليوم احنا مصنفين عدم متعاونين ضريبيين وجنات ضريبيه يعني هذه زاده من الحلول علاش من قبل نقول لكم الدوله شو تنجم تعمل وما عملتوش هاو الحلول باش نكونوا عمليين ونخدموا معناتها بنقطه ايجابيه الحلول موجوده الحل السياسي هذاك اول حل راه خاطر كنا كما قلنا المشاكل الاقتصاديه جزء كبير منها جاي من بشكل سياسي مانيش نتعمقوا القاضي مي راهو فما جزء من الحل حل سياسي الحلول الاقتصاديه اول حل ساعه في يدنا نرجعوا نخدموا معناتها كي انت عندك بلاد ناس تكركر فيها وناس مازال تعرف الاضرابات والاضراب ولا بجمعتين وثلاثه جمعات ووفق لك وقف لك معناتها مفاصل الدوله واش بدا على البترول نوردوا من روسيا علاش نوردوا من روسيا خاطر الانتاج اللي كنا نجوه في تونس ما عادش نجوه فيه كنا ننجو في 120 ألف برميل نفط يوميا ننجو في 45 ألف برميل نفط ولينا يوميا وزير الطاقة خرج دنيا ما أعطاكم رقم مع تمهول قالك ذكما الاعتصامات تاع الكامور 941 مليون دينار خسرناه معناتها بصفة مباشرة وغير مباشرة معناتها أرقام مهولة نحن قاعدين نخسروا في المليارات من جراء المسؤولية متاعنا ومن جراء معناتها لي كومبورتمون متاعنا كي سون دوفوني ديفيون ومن جراء زاد الدولة اللي ماهيش قاعدة تطبق في القانون وماهيش خاطر تحكم في البلاد كما يلزم معناتها من شيره لازم المواطن يكون واعي ومن شيره اخرى لازم حكومات تطبق القانون بحذافيره على جميع الاطراف دونك هذا الحل الاولاني عندي انا الحل الثاني الفو معناتها ستوبيها لديفيسيت فما ايموراجي فما كما يقولوا نزيف نتاع عجز مش معقول عجز في الميزانيه نتاع الدوله ب 6 و7% مش معقول عجز ب 15 مليار في الميزان التجاري وهذا فما اليات نجم تستعملهم وتتحكم فيهم وتوقف العجز فو ريزوربي لي ديفيسيت حاجه ثالثه مهمه للغايه اليوم متفاهمين على هالاصلاحات هذه نعملوهم اليوم فما اجماع انه فما اصلاح جبائي لازم يصير معناتها كي تجي انت الحكومه تزيدك عام اخر منظومه تقديريه مو لاباس هاك تشجع معناتها احنا قلنا راهو مشكله كبيره في النظام التقديري هذا تعاود انت تعطيهم فرصه اخرى باش يواصلوا فيه دونك الاصلاح الجبائي لازم يصير ويتعمق اصلاح الوظيفه العموميه المؤسسات العموميه الضمان الاجتماعي اصلاح منظومه الدعم كل حكومه تجي مشكله في الدعم الدعم مش ماشي المستحقين يعمل حاجه خذ قرار انت خذ قرار 12% من الدعم فقط يمشي للمستحقين يا خويا ناحي انت حط لي انا ناخذ في 4 ملايين 500 في الشهر فهمتي حط لي الباكيت 5 فرنك نحب نشري باكيت 500 انا ما عادش نحب الدعم واعطي الدعم اللي يستحقوا به جسم خليفه خلينا نحكيو على السياسه وخلينا نختم بهذا معز يقول لك حكومات عاجزه نعرف انه من النقاط اللي طرحت على الله على الاقل 4-5 سنين تالي لي دوتيفيون اونيك انه باش يعملوا بطاقات وهذا باش يحطوه يعني باش نعرف باش تعرف الدوله لمن توجه هذا الدعم عاجزه الحكومات اني تخصص هذه البطاقات يعني لي دوتيفيون اونيك اللي باش يصنف تويسا واللي باش يوزع الدعم يعني هل عجزت ام لا تريد ان تمشي في الاتجاه هذا؟ ثم عجز موضوعي وثم عجز ذاتي موضوعي ما مرتش ما ثمش حكومه عاشت استقرار تقريبا ما ثمش حكومه شد 3 سنين على بعضها باش تكون عندها فيزيبيليتي على الاقل وتخدم عندها شانتي مقرره تخدمه وتكمله كل حكومه تضرب عام تقريبا هذه مش تولي اطول حكومه تقريبا حكومه السيد يوسف شاهد اللي ممكن عندها الاستقرار هذا مشكل ثم مشكل ذاتي مرتبط بالحياه السياسيه اللي هي بدها فاقد الاستقرار تو مثلا الحكومه الحاليه تشري في السلم الاجتماعي شهد في خيارات توافقيه مع الاتحاد العام للشغل ونظمة العراف تقول لك ضحت بيا انا مشيت في قضيه تركيا
زاد ستان شوا بوليتيك راهو الاجراء اللي خذاوه في حق المنتوجات التركيه وغيرها. قال احنا قبيله سي مراد سالنا علاش ما كانتش المعامله نفسها مع الاتحاد الاوروبي او مع الصين، يعني المشكل في عمقه سياسي. احنا الان لم نجد اليه حكميه يتم فيها الاستقرار، لانه ما ثم حتى حكومه تحقق نتائج اقتصاديه كبيره ياسر اذا تحكم في اعتقادي اقل من 5 سنوات. دقيقة نختم بها سعياد، الحل بيدينا اليوم والا دخلنا مرحله الارتهان للصناديق الدوليه وما عادش يعني نجم نعملوا حل واحد؟ انا بالنسبه لي الحل مازال بيدينا، والصناديق الدوليه اليوم بحكم الوضع لان الموضوع سياسي في النهايه يلزمنا ناخذوها كنقطه ايجابيه وليس سلبيه، ما دام الناس يحبوا يعاونونا مش يحبوا معناها من مصلحتهم باش تونس ما تفلسش، انا نقول عندي اكثر وقت باش نعمل اصلاحات، والاصلاحات الاساسيه راهي تتمثل في اعاده الثقه، وانا حكيت عليها من الاول القطاع الموازي، قلت لك 11 مليار نتاع البنك المركزي اللي مدخل بهم في السوق الماليه باش يعمل توازن، معناها هذاك فما فويت للمارشي انفورميل، والمارشي انفورميل ما تدخلوا ما ترجعوا الا بالثقه. واضح. ولهذا الحل هو في اعاده الثقه. الاتفاق على خطه طموحه واقعيه وقابله للتحقيق، هذا ما جاء في البيان النهائي للصندوق بعد الزياره، ممكن هذا سي مراد تحكيوا على العام الجاي راهو؟ نيمبورت كوا. خطه طموحه واقعيه وقابله للتحقيق. قلت لك انا نيمبورت كوا. ماكش متشائم برشا. كلام فاضي ليك، اش معناها خطه اسمعني كي نفكوها لغويا وانت سيادتك اعلامي متميز، خطه عايش واقعية طموحة، شنو الكلام هذا؟ شعر والله هذا شنو جا في التقرير، والله ما ترجم الفعل، والله ترجم جبران التقرير. سامحني جبران شفتوش من عندي الكلام دقيقة، جبران خليل جبران دقيقة، جبران خليل جبران كتبها شنو معناها؟ البريل لي جون بور شنو بالحق معناها؟ يا اخي صخابوا العباد معناها مغفلين، خطة طموحة واقعية حساسة شفافة نزيهة، ما حفظناها جارجون هذا يزين. أنا شوف نحب أقول كلمة واحدة، شوف اليوم في تونس باش نحكي شوية على الفولي سوسيال. لا ما عندك ما تحكي لا كلمة في 30 30 ديما أنت ديما تحكي معايا ب 30 35 أنت تقعد ما أنت زاد عندك جبران خلي جبران زاد كلامك جبران الله يرحمه وينعم. شوف اليوم ندعو القوى الوطنية في تونس إلى حماية المواطن التونسي ومقدرته الشرائية، على خاطر اليوم التونسي تدخل في الحرمان، الحرمان يولد الحقد والحقد يولد الصورة السوسيال. واضح. معز مرحلة أولى مع الصندوق وصلت لتضخم 6.3%، الدينار في أدنى مستوياته منذ سنوات، 91 يوم فقط توريد، وين باش توصلنا الخطة الثانية مع الصندوق؟ هنا كلمة بركة الثانية. كلمة بركة، معناتها يجب إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية. هذا قبيله يعني فيهم ثم اعلان حاله الطوارئ الاقتصاديه وجعل معناتها الملف الاقتصادي كاولويه قصوى. عندنا المشكله نتاع الاتحاد الاوروبي لازم نسلكوها، عندنا الصندوق النقد الدولي انا يظل اخر كرتوشه هذه. ماكم تعرفوا انتم اليونان كيفاش وصلت عملت الافلاس في البرنامج الثالث، دونك احنا الكرتوشه الثانيه هذيا دونك وبارامون بالتاخيرات نتاع الاقساط ماشيين البرنامج الثالث دونك ردوا بالنا. خليفه بعد الحلقه هذه شعورك كمواطن تونسي مش ككرونيكور مش متشائم متفائل؟ والله تشائمت شويه يعطيك الصحه ياسر، ما تشائمت شويه مادام قعدت في شويه يعني. فما كلمه تجمع بين التفاؤل والتشاؤم وهي التشاؤل، خليونا في المرحله هذه. شكرا لك سي عياض، شكرا لك سي مراد، شكرا لكم وعزتكم صاحب سيش. والله فرصه كان جد الموعد هذا مريره في الاسبوع، خلينا نثقفوا الناس، خلي العباد تعرف وضعيه البلاد. نكونوا متفائلين راهو نحن، لا احنا ان شاء الله ان شاء الله يسمعوا الكلام. شكرا لك خليفه، بعد شويه موعدكم مع خليل تونس ثم الجزء الاول من مسلسل حبك درباني، نلتقي بعد نصف ساعه في ملخص لابرز اخبار هذا اليوم.